الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل أولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فاق العقول، فاق العقول. بسم الآب والإب والروح القدس، إله واحد، أمين. مرحبا بكم في برنامجكم تدبيرك فاق العقول. احنا بنفاجئ احيانا بامور غير عاديه تعطل حياتنا او تعمل تغيير في حياتنا، والواحد بيبقى محرج مش عارف يعمل ايه. حاجه يعني مش في ايدي واعمل ده ولا ده، ببقى امور محيره. طب اتصرف ازاي؟ ولو كانوا حاجتين حلوين، طب اعمل ده ولا ده ولا ايه قبل ايه؟ امور كتيرة بتبقى صعبة. طب الواحد يتصرف ازاي؟ يعمل ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه في القصة بتاعتنا. القصة بتاعتنا حصلت في اسكندرية. القصة بتاعتنا حصلت مع عيلة مسيحية بتحب ربنا محبة شديدة ولهم علاقة بكنيسة حلوة. الدكتور تدرس ومراته ناس بتوع ربنا بيصلوا ويدخلوا ربنا في كل حاجة. أي شيء بيعوز ربنا فيه يقولوا تعالى يا رب اتدخل، ويصلوا ومتكلين عليه في كل حاجة. ولما كان يحصل عندهم حد يعيا في البيت أو مشكلة يقول أبونا تعالى صللنا أنديل، يا أبونا صللنا هنصيمين الصبحية وتعالى وبصلاتك موضوع هيتحل إن شاء الله، ربنا هيمد إيده. اتفقوا مع أحد الآباء إنه يجي يصلي لهم، واتفقوا على ميعاد للأنديل كان الساعة 7 صباحا، ده الموعد المناسب. حاولوا يخلوه 6:30، أبونا قال لهم لا 7 المناسب لي. قالوا طب ومال ومال 7 يا أبونا. واتفقوا معاه على الميعاد، وأبونا فعلا استعد عشان يجي في الميعاد الساعة 7 صباحا. انتظروا الساعة 7 ما جاش، 7:15 ما جاش. بدأوا يقولوا طب وبعدين 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 الساعة بقت 7:30، لقوا الباب بيضرب. ايه أبونا جه؟ قالوا أهلا وسهلا، رحبوا بيه، اتفضل يا أبونا. ودخل أبونا لقاهم مستعدين مجهدين كل حاجة، وقف يصلي وصلى براحته صلاة حلوة خالص، وقال كلام ربنا الجميل، وهم كانوا مبسوطين وأبونا مبسوط من كتر ما حاسس الناس دي ناس روحيين وحلوين ومع ربنا. خلص أبونا الصلاة في جو روحي جميل جدا، ورش المية في البيت، وبعدين بص لقى الدكتور تدرس يعني في شيء من الارتباك على وشه، في حاجة مش طبيعية مش عادته. لا بيبص كده ويبص في الساعة وحس ان في حاجة مش طبيعية. وبعدين عينه كده جات مش واخد باله، جات على لقى في شنطة محطوطة، شنطة سفر محطوطة على الجنب. فقال لهم في حاجة، أنا يعني في حاجة عند ظروف عندكم ولا حاجة؟ فدكتور تدرس قال له آه. قال له إيه؟ قال له أصل في ناس قرايبنا، أخت المدام، إحنا لازم نسافر لها عشان هتعمل عملية، وإحنا يعني لازم نروح عشان نكون معاها. إمتى؟ قالوا له دلوقتي. يعني هتركبوا؟ قال نركب القطر. ومعاد القطر الساعة كام؟ قالوا له الساعة 8:30 يا ابونا. بص لقى الساعة 8:30، قال لهم ياه أنا آسف،
انا اسف على اللي حصل ده، انا اسف على التاخير جدا اللي انا يعني عملته ليك والربكه دي. وبعدين دكتور تدرس، لا يا ابونا لا لا مش حاجه، انا مش قلت لك بلاش، كنا اجلنا القنديل ما دام يعني ظفنا كده. واجابت مراته قالت له ربنا هيمد ايده، امن بربنا، ربنا مش هيسيبنا، احنا بنصلي وخدنا بركه، ربنا هيبارك. ابونا بقى مكسوف جدا مش عارف يعمل ايه. فالمدام قالت له ممكن تعبك يا ابونا انك يعني بدل ما ننزل ندور على تاكسي ممكن توصلنا للمحطه يعني؟ قال لهم اه طبعا 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 اتفضل. ونزلوا. قال لها بس هنروح فين؟ ما الميعاد 8:30 ودلوقتي 8:30 يعني القطر قام. قالت له بس امن امن وتعال. حاضر. راح نزلوا بالشنطه بسرعه وراحوا وركبوا العربيه مع ابونا وراحوا على المحطه وهم عارفين انه غالبا القطر مشي خلاص يعني، لكن اهو يعني بيعملوا عليهم. وصلوا هناك ودخلوا المحطه بسرعه وبيسالوا العمال والقطر بتاع 8:30 فين؟ مشي خلاص؟ قال لهم لا ده حاجه غريبه جدا عمرها ما بتحصل. ايه؟ القطر متاخر تلت ساعه والقطر جاي اهو. فطبعا مش عارف اقول لكم قد ايه كانوا فرحانين وشكر ربنا. والدكتور تدرس دهيدي وبص للسماء وبص لمراته قال لها عندك حق. قالت له ربنا معانا، معقول احنا نصلي وربنا هيسيبنا؟ احنا غصب عننا. وجريوا بسرعه ووصلوا ودخلوا وركبوا القطر وكانوا فرحانين بعمل الله العجيب اللي اداهم بركه الصلاه في بيتهم واداهم بعد كده يلحقوا القطر وعشان يروحوا لمشوارهم ويشوفوا اختهم اللي هي بتعمل عمليه يقفوا معاها. ايه ده؟ عمل الله العجيب، تدبير فائل عقول. ما أسعدني أنا الإنسان الجديد الذي وهبتني نافذة مفتوحة نحوك في كل حين لأحدثك وأتمتع بالوجود بين يديك، أكلمك بكل ما فيه وترد علي بكلمات خاصة تحتاجها نفسي، وكلما تعودت الصلاة أختبر اتحاداً جديداً بك يرفعني تدريجياً عما كنت أطلبه في الصلاة من طلبات، وأجد نفسي لا أطلب إلا رؤيتك. ربنا تتخيل عايز يعمل معاك كده على طول؟ يقولك ما دام انت مزنوق ومحرج ومش قادر انا هتصرف، الحاجة الخارجة عن ارادتك سيبها لي، اعمل اللي عليك، اعمل واجبك، بس الباقي ما تشيلش همه، انا هتصرف فيه. وفعلا الله بيعرف يتصرف، يقدر يغير الدنيا كلها عشانك، مش يأخر القطر. ده عمل أكتر من كده. هفكركم مرة يشوع ابن نون كان بيحارب 5 ملوك وبدأ ينتصر عليهم، لما ربنا قال له أنا معاك لما دخل أرض كنعان لقى نفسه قرب ينتصر والدنيا هتضلم. قال له يا رب طب وبعدين؟ ما هو لو مشوا هيجيبوا أسلحة تاني وابتدى الحرب من جديد. يا رب أرجوك مش عايز النهار يخلص، ممكن توقف الشمس؟ قال له أي. فقال يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون، أقف يا شمس ما تحركيش من مكانك. راحت واقفة. تتخيلوا وقفت قد إيه؟ يقول الكتاب المقدس يوم كامل، تخيلين 24 ساعة واقفة لغاية ما يشوع خلص الحرب وانتصر. قال الشمس باي باي بقى، مشيت الشمس. ايه اللي بيحصل ده؟ عجيب ربنا. وإليه كلكم عارفين قال للسماء يا سماء ما تمطريش الا لما ابقى اقول لك، مش حتى حدد ميعاد، لا لما اقول لك. وقعدت السماء مستنيه ما تمطرش عشان يحصل جوع، عشان الشعب يتوب، عشان يسيبوا عبادة الأصنام ويرجعوا لربنا. الله بيعمل عجب عجب في كل جيل، وربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، يعني بيعمل لغاية النهاردة. دي حاجة عادية. إيه يعني ما قطر يتأخر؟ يتأخر القطر مش مهم. ليه؟ عشان في واحد من ولادي بيصلي
وغصبا عنه اتأخر عشان أبونا ومحرجين مش قادرين يقولوا لأبونا لأ أو يخجلوا. يوم ربنا يقول طيب ما تقلقوش القطر يتأخر. عجيب ربنا في أعماله، عجيب الله. والله بيقول أنا بدبر لكم حياتكم كلها وهفضل أدبرها، هعمل كل شيء عشان في الآخر تبقى أنتوا مستريحين. ولاد ربنا يا بختهم متمتعين بربنا. ما تحبش ما تحبيش نبقى من ولاد ربنا اللي متكلين عليه اللي مأمنين بيه ونطلب منه أن يكون معانا؟ أيوة هيكون معانا وهيعمل كل حاجة، هيدبر لنا كل أمورنا واحتياجاتنا، بس إحنا نمسك فيه ما نسيبوش. إحنا ليه بنسيبه؟ خلي الأولوية للصلاة، خلي الأولوية للاتكال على ربنا، وقولوا له اللي إحنا عايزين، يا رب إحنا عايزين منك كذا وكذا، لكن هنفضل ماسكين فيك ونصلي ونقرأ إنجيلنا كل يوم ونطلبك، وثقوا إن ربنا مش هيسيبنا. الله إلهنا حنين حنين حنين. بس سؤال بيسأله لكل واحد فينا، انتوا فعلا ولادي مش هتسيبوني؟ يعني الدليل ايه يا رب؟ يقول لما تصحوا الصبح، ممكن تصبحوا علي قبل ما تكلموا حد، تصحوا صلوا. الناس دي اتأخرت عشان كانوا بيصلوا، ممكن تصلي الصبحية، مش قصدي تتأخر، لا انا قصدي ادي اهمية الاول تصلي، وبعد كده اطمن ربنا هيدبر لك كل حاجة. يعني اعمل اللي عليك الاول، وقول مش هنزل من بيتي الا لما اصلي الصبحية. امسك اجبيتك وصلي، اصحى بدري وصلي، وقول لي يا رب انا مش هسيبك، وثق بعد كده هيدبر حاجات عجيبة عجيبة عجيبة. كل يوم بتحصل الحاجات دي عشان ربنا يقول انا مع اولادي، انا هدبر كل حياتهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل ولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فائق العقول، فائق العقول.